السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جينا لكم النهاردة بيوم جديد بطقم جديد، طقم الشاي، طقم الفطار، طقم الجاتو زي ما بتسموه عندكم، ليه مسميات كتير. المهم خلينا في مضمون الطقم. زي ما انتوا شايفين الطقم النهاردة بنجلاديشي. طبعا بنجلاديش معروفة بالذوق العالي بتاعها، بالديزاين المختلف بتاعها. زي ما انتوا شايفين الشكل بتاعه مش ستريت زي العادي، لا ده واخد شكل البومبي، شكل المج اصلا لوحده حكايه. زي ما انتم شايفين الرسمه من بره ومن على الحرف من جوه، كمان الدوران بتاعه مش ستريت عادي، واخد كيرف كده من الجنب زي ما انتم شايفين، حاجه مميزه جدا. كمان بيتميز الطقم بتاعنا النهارده ان هو اثنين لون، زي ما انت شايفه الايد بتاعه البراد والايد بتاعه اللبانه لون، اما الايد بتاعه السكريه والمجات لون تاني. زي ما انتم شايفين طقم الشياكه بجد، انت هتحطيه في النيش هو هيتكلم عن نفسه، ظاهر نفسه بنفسه. زي ما انتم شايفين كمان رسمه الطبق رسمه مميزه، رسمه مختلفه جدا، فيها الحفر وفيها البارز. زي ما انتم شايفه الورداء الفراشه دي بارزه. زي ما قلنا لكم كمان ان طقمنا 24 قطعه. نقول لكم دلوقتي توزيعه، هو فيه ست اطباق جاتو زي ما انتم شايفين، والسرفيس بتاعهم كمان بيختلف، الفراشه دي لون والفراشه بتاع الاطباق الثانيه لون. عندنا كده زي ما قلنا اثنين لون في الطقم، زي كانك جايبه طقمين بالظبط. زي ما انت شايفه الفراشه بارزه، وعندنا الفراغات دي حاجه بتميز الطقم، بتميز الطبق، بتميز الشكل. زي ما قلنا ان هو بنجلاديشي. ايه رايكم؟ يعني مستنيين رايكم كمان في الكومنتات. ومعايا كمان الست مجات الشاي زي ما انتم شايفين، شكل مميز، شكل مختلف. الايد بتاعته مختلفة مع البراد، زي ده الايد اللون دوت السوفت جرين، والفراشة اللي هو اللون الروز، اما البراد اللون بتاع الايد هو البينك اللي هو الروز يعني، والفراشة هي السوفت جرين. زي ما بنقول لك مدين لك اثنين لون في طقم واحد، حاجه مميزه، حاجه مرسومه من بره ومن جوه، حاجه تحطيها شكل وشياكه ومضمون. زي ما انت شايفه قلنا ان هو معايا ست مجات، واكيد معاهم الست اطباق بتاعتهم نفس الشكل زي ما انت شايفين. ومعاه اللبانه اللي شكلها مميز جدا عن اطقم كتير جدا، زي ما انتم شايفين البومبي باين فيها ازاي، واخده شكل الابريق شويه. لبانه شياكه جدا، من قاعده من الشكل اللي فوق. وعندنا السكريه اللي بغطا، حاجه مختلفه بجد، شكل من فوق واخد ورده مش كيرف كمان زي المجات، فبالتالي مديكي اكتر من شكل واكتر من ديزاين في طقم واحد. ده الغطا بتاعها. وعندنا البراد اللي واخد شكل الابريق بالظبط، ودي حاجه حلوه جدا، شكل مميز جدا. زي ما انت شايفه الغطا مرسوم عليه برده من الجنبين، وقلنا ان هو واخد شكل الابريق، الايد واخده كيرف كده مش ستريت عادي، الفراشه لون والايد لون، وبرده زي الابريق بالظبط. مستنيينكم تقولوا لنا رايكم في الكومنتات. زي ما جايب لكم الديزاين ده، جايب لكم ديزاين تاني لكل عروسه عايزه تجدد. زي ما قلنا ان طقم الشاي اصلا ما ينفعش يكمل بيه نيش اي عروسه او نيش ست بيت عايزه تجدد، ده الديزاين التاني منه. شايفين فرق الطبق، ده ديزاين تاني، وبرده زي ما قلنا لكم فرق البراد، ده الديزاين التاني وده الديزاين الاول. وبكده يبقى خلص معانا توزيع الطقم. منتظرينكم تقولوا لنا رايكم في الكومنتات، وياريت تزورونا في جروب التليجرام وكمان جروب الفيسبوك، واعملوا لنا شير وسبسكرايب للقناه، وياريت تحطوا لايك علشان نقدر نساعد عرايس كتير جدا اكيد محتاجه الطقم دوت. ستات بيوت عايزين تجدد من نفسها، اكيد مش هتلاقي حاجه احسن من كده. ياريت تقولوا لنا رايكم في الكومنتات. منتظرينكم في مول القبطان شارع احمد بدوي ابو النمرس منيب محافظه الجيزه. السلام عليكم.